هل يجوز صيام يوم أو يومين قبل يوم عرفة، أم أنه يلزم أن نصوم من أول الشهر أي من أول يوم من ذي الحجة حتى اليوم التاسع وهو يوم عرفة؟ لا يلزم الإنسان أن يصوم عشر ذي الحجة كلها، بل لو اقتصر على يوم عرفة كفى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. لكن صيام العشر يعني عشر ذي الحجة الأولى سنة رقب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا جهاد في سبيل الله؟ قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولا أحد يشك في أن العمل الصالح في أن الصيام من الأعمال الصالحة، بل هو من أفضل الأعمال، حتى أن الله تعالى اختصه لنفسه في قوله في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.